أين نعيش نحن الآن؟ كيف نكتب عنواناتنا؟ والجمع الصحيح عنوان عنوانات، عنواناتنا، عناويننا كما هو دارج وليس هو الأفصح. نكتب هكذا: محمد إسماعيل مثلاً، شارع كذا كذا كذا، رقم كذا، فيينا، النمسا، انتهينا. لا، عليك أن تكمل العنوان. انتبه، النمسا، أوروبا، الأرض، المجموعة الشمسية، مجرة الطريق اللبني، ميلكي واي، جالاكسي، ميلكي شتراسي، جالاكسي، المجموعة المحلية، الكون، عوالم الله، قبضة الله، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، إن لله وإنا إليه راجعون. هذا عنوانك، هذا بيتك، هذه بيئتك. إنما يجعل حياتك ممكنة واستقرارك ناجزا أيها الإخوة، ليس كونك تعيش في فيينا من النمسا في أوروبا، لا، ولا في الأرض، فيما ذكرت لك: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. هذا بيتك، هذه بيئتك. حين تفكر في نعمة أنك موجود وأنك تدب على الأرض وتعيش وتلقم وتشرب وتطعم وتنام وتستيقظ وتنمو وتصح وتعتل وتنجز وتكثر وتثمر، فاعلم أن هذا لا بفضل وجودك على ظهر هذا الكوكب المعطاء السخي الكريم والجميل والبهي جدا الأزرق، إنما بفضل وجودك فيما ذكرنا. وفي النهاية وأن إلى ربك المنتهى، بفضل وجودك في قبضة الله لا إله إلا هو، ضمن أكوان وعوالم لا يعلم عدتها ولا أمداءها ولا سعتها إلا هو، إلا هو، لا إله إلا هو. هذا ما يجعل حياتك ممكنة. واحد يقول لي: هذه لغة شعر يا أخي. نعم، أنا لست أفهم الآن الإيمان إلا على أنه فن وشعر. كل مؤمن لا يستطيع أن يصوغ إيمانه وتجربته شعراً وفناً ورواية حقيقية ليس مؤمناً، ما عرف الإيمان. هذا يقلد الإيمان، يحكي الإيمان. فرق كبير جداً أيها الإخوة بين مفهوم الإيمان وبين الإيمان، أليس كذلك؟ طبعاً، مش بس الإيمان، كل شيء، اختر أي شيء تريده، فرق كبير جداً بعظم الله ربما لا إله إلا هو، بين الله وبين مفهومنا لله، أليس كذلك؟